بس ما كنت خايف من الموت. كنت خايف من شغلة واحدة صراحة، كنت خايف وأبعد عن ولدي عبد الرحمن. فلما أنا هذا الشيء الوحيد اللي بس حسيت إنه خفت منه، غير كذا الحمد لله. أنا ما أدري حتى أنتم تشوفون الفيديو هذا ولا ما تشوفونه، أبنزل الفيديو هذا من منزله ما أدري، بس أنا قاعد أتكلم لنفسي كذا، قاعد أطلع مشاعري يعني، لأنه خلاص الآن طلعت، الحين حياة جديدة وأكمل، ولا كأنه صار شيء نكست. أحس بحراج كذا الكاميرا في وجهي، ومشاعر وما مشاعر، ما تعودت أنا أعطيكم مشاعر كذا منبثقة. زي ما قلت الحمد لله الحمد لله، أحس إني أنا إن شاء الله إني أديت رسالة، لأن أنا في النهاية أنا سفير، سفير للإسلام، سفير لبلدي، سفير سفير قدام لي يشوفوني كلكم أنتم الآن. أبتسأل في النهاية، هنتسأل لما يجي يوم القيامة، هنتسأل كلنا. فخلي ربي هو اللي يحكم، لكن الحمد لله أنا أحس إني قاعد أسوي شيء جميل في الدنيا، قاعد أحفز الناس إن تقوم من مكانها تسوي الشيء اللي هي تحبه، بغض النظر مغامرة، بغض النظر أي شيء تحبه أنت تقدر، لأنه هذا هدفي، أنت تقدر، وإذا قدرت حتصير منجز، حتحمس غيرك، يعني سلسلة هي الحمد لله.